السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خواتاتي أخوتي المشاهدين ديولي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله بحول الله. اليوم غنتشارك معكم التقضية ديالي من ألدي. غتشوفوا البرودكتوس ديال ألدي صراحة زوينين وإيكونوميكا تقضية يعني مناسبة. أولا كيتال إسبيرو كيستيس طودوس بيان أميغوس ويبا مساسيرونا كومبراين ألدي. La verdad es que los productos me gustan mucho y sale la compra muy económica. Espero que sigáis este video hasta la final. Y si os gusta mi video, dale un like, suscribiros a mi canal y muchas gracias. كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي، هذه قطعه ديال الاناناس. هنايا كاينين فروتو سيكوس اللي هما الفواكه الجافه، العنب مجفف، اوبا سيكاس، كاين التمر، كاين الفواكه الجافه كامله هنايا، والاثمنه صراحه زوينه، اثمنه رخيصه. كنتمنى تجربوا التقضيه في ألدي وترجعوا لي الخبر في التعاليق، قولوا لي واش عجبتكم التقضيه، واش رخيصه ولا لا. انا الصراحه راه كتعجبني التقضيه ديال ألدي مقارنه مع يعني السوبرات وحدين اخرين. هذه الشريحه ولا الكرموس داك الناشف، والتمر صراحه التمر ديالها نقي وزوين ديال هاد البطا. كيف ما كتشوفوا كاع الفواكه الجافه كاينه هنايا. هنا كاين ديترخانتي ولا صابون ديال التصبين ديال لابادورا. جوج اورو. هنا كاين البيتزا في النبيرة، البيتزا ديال اللي كناخدو حنايا الاخوان والاخوات المسلمين كياخدو ديال كواترو كيسوس. هادي كواترو كيسوس فيها غير مطيشة والفرماج، صلصة ديال المطيشة والفرماج. هادي والاخرين هادو كما كتعرفوا فيهم الخامون وفيهم داكشي اللي ما كناكلوش حنايا. هذا بابيل ديال ليتين داير 99 سنتيم. هذه الفرينه صراحه الفرينه ديال ألدي زوينه، كيجي فيها الخبز والبطبوط والسمن اللي درتي بها كيجي مزيان، ودايره 43 سنتيم. السكر داير 75 سنتيم، السكر سنيده. بيدو ديال الزيت ديال 3 لتر ديال زيت العود داير 7 اورو و 43 سنتيم و 73 سنتيم اللي بغيت نقول. هادو الرز فيه الخضر مجففه يعني تيدار مع الماء وكيطيب هكاك، وهذا داك القمح المفروم ولا القمح مهرمش اللي بغا يدير به شي صوبه ولا بغا يدير به شي شوربه ولا حسوه مع الحليب. داير هذا داير 2 اورو الخضر. وهنايا كاين الكسكسو ولا الكسكس دير اورو 99، كسكسو ديال القمح صراحه الجوده عاليه والله القسم الا زوينه. انا راني مجرباه وكناخذو من هنا زوين من داك الشرفيع. وهذا القمح عادي، القمح يعني غير مفروم، قمح كامل. هذا مثلا لبغينا نطيبوه تنديروه في الماء يطيب مثلا واحد جوج سوايع ولا ثلاثه تيطيب دغيا، والبنه ديالو صراحه
من داك الشرفيع. هادي زريعه الكتان. هاد البرودوكتوس اللي كتشوفوا راه نقيين، زعما راه واحد الجوده من داك الشرفيع، واحد الجوده مزيانه. هذا البابونج كيف ما كنعرفوا على البابونج زوين، تعطي واحد الراحه، واحد استرخاء، يعني مهدئ. هذا العسل 3.79 الكيلو. العسل ديال الالدي، العسل ايكولوجيكو، يعني العسل الحر، زوين الله الا زوين. انا راني ديجا شاديه ومجربه. جوغوريس اثمنه صراحه زوينه. هذه فواكه معلبة، وهذه دوك الفواكه المعسلة. كاين المهم كاع جميع الانواع تاع الفواكه المعسلة. جينا عند الحوايج، هنا كاينين البيجامات ديال النساء وديال الرجال. هادو كسيوات، كسيوات زوينين ديال البرد وطوال، يعني مستورين باسطانتي. هادو تريكوات ولا خرسي، حتى هما زوينين صراحه. جوده ديال الحوايج فيها زوينه، ماشي واحد الكاليتي زوينه. صبابات ديال النساء، كاين صبيبات زوينين. بعض المرات كيكونوا الماعن، كيكونوا المقالي، تيكونوا الماكند العصير، تيكون الماكند القهوه، كيكونوا بزاف ديال الحوايج. يعني الا تبعتوا لوفيرطاس ديال الدي غتلقاو حوايج زوينين وباثمنه جد مناسبه. هادو دوك بلاستيكات اللي كيطويبوهم الحوايج، والعلاقات ديال الحوايج، هادو ديال الفولارات، وهادو فيها صراحه فيها بزاف ديال العلاقات. 3.99 أورو. هادو المخدات، مخدات جودة عالية صراحة زوينين. هادو مانطات كبار دايرين 11.99 أورو. واحد المخده هنايا ميديكال تقريبا دايره 24 أورو. طاسات ديال القهوه 2.99 أورو، وشبيكات ديال الخبز، ديال الخبز ديال الفروتا، تقدري تستعمليهم اللي بغيتي. هذا منظم تحطيه في الكوزينه. وكاينين هاد الحوايج ديال الاعمال اليدويه،
وكاين هاد المواس كبار كيف ما كتشوفوا. بالنسبة للناس اللي ساكنين في إيرون ولا سان سيباستيان والنواحي، ألدي راه كاين فويارتسون. شكرا لكم خواتاتي وخوتي على المتابعة، حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.